طيب ايه من الاربع مراكز دول ما فيهمش ايه منهم شايف انه لعيب اجنبي هو الحل في الاربع مراكز؟ مركز 8 محتاج ما عنديش حد في مصر شايفه يشدني قوي ان انت تروح في لعيب. ما ينفعش ان احنا نتكلم طبعا على لعيبه بره نادي الزمالك. في لعيبه لسه عندهم خبرات يبقوا بوتنشال فانت تجيبهم اول السنه، لكن لو بكلمك عايز تحل ازمه لازم تروح على مركز 8 وانت مغمض، هو ده اللي يخلص لك القصه، لازم تجيب لعيب اجنبي. اتمنى ان الاداره تنجح، انا عارف ان المسؤوليه عليهم صعبه، اتمنى ان اداره نادي الزمالك تقدر ان هي تحل مشكله القيد. لو مشكله القيد اتحلت بالتبعيه هتقدر ان انت تصرف وتجيب لعيبه ومجلس الاداره ينجح. الملف ده مهم جدا جدا جدا، نتمنى لهم التوفيق فيه. اعتقد هتفرق كتير جدا 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 مع نادي الزمالك، لان خصوصا هترجع الصفقات دي هتبقى معاك هتقدر تشتغل بقيه الموسم. اخر سؤال بقى، اخر السؤال يعني اللي انت كنت بتتكلم فيه، فكره ان الزمالك يمينة يعمل ايه في التوقف ده. اعتقد حاجتين كابتن معتمد جمال هيشتغل عليهم. كابتن معتمد عنده افكار، هو زي اي مدرب هيبقى عنده افكار، اللعيبه تقدر ان هي تشرب الافكار دي في الفتره دي، لان خد بالك في علم الكوره لعيب تاخد افكار من مدرب بتتكلم مينيمم من 60 ل 90 يوم. كابتن معتمد ما لحقش ياخد الفتره دي، هو بيعدل شويه حاجات على الفتره اللي كانت موجوده قبل كده. فانت لما هترجع من الاجازه مع ريتم المباريات لما يشتغل هتشوف بقى بيسموه زمالك كابتن معتمد جمال. هتشوف ساعتها زمالك كابتن معتمد جمال. ففي رايي ان هيشتغل على حاجتين، طرق اللعب والرسم التكتيكي، هم دول اللي هيشتغل عليهم كابتن معتمد. ان انا هلعب بالطريقه دي يا جماعه، والطريقه دي هيبقى عنده طريقتين هشتغل بيهم، وعايز ادوار 1 2 3 4، وهيبتدي يستقر على اللعيبه اللي هتنفذوا الادوار دي. انا في رايي ان هي دي المكاسب اللي كابتن معتمد هيقدر يعتمد عليها، ونتمنى ان الاصابات تقل، لان لعيبه نادي الزمالك احنا عندنا مشكله اصلا في العدد الموجود.